يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده بقى هكلمكم بسرعة قوي عن موضوع التدخين والتدخين السلبي خصوصا، لان لسه حاصل موقف كده استفزني قوي خليني مش قادرة استنى ان انا اعمل لكم الفيديو ده. يعني ايه تدخين؟ يعني ايه تدخين سلبي؟ التدخين انت بتدخن مادة نيكوتين، التبغ، الحاجات المضرة اللي كلنا متفقين عليها ان هي عالميا المواد دي مضرة، وتعتبر كمان بتندرج تحت ان هي مواد سامة او مواد ضارة جدا 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 بالصحة. وليه بنقول كده؟ عشان كذا سبب. اهم سبب فيهم ان المواد دي ليها مادة النيكوتين ليها تولرنس وليها ديبندنس. يعني ايه تولرنس يعني ايه ديبندنس؟ يعني ان انت جسمك بيتعود عليها وبيعتمد عليها، فلما بيتعود عليها النسبة اللي انت الكام جرام اللي انت بتاخدهم فبيخلوك تحس الاحساس الكويس ده بتبقى بعد كده محتاج تزودهم شوية. ويعني ايه الديبندنس؟ يعني ان انت مش قادر توقفها مره واحده. فالمواد اللي هي كده دي بتعتبر مواد ضاره بالجسم، دي اول حاجه. يبقى انت دلوقتي بتدخن حاجه او بتدخل جسمك حاجه، الحاجه دي ضاره جدا بجسمك، ده قرارك وانت حر فيه. لكن الفكره بقى دلوقتي في التدخين السلبي، التدخين السلبي ده مسؤوليه كبيره جدا جدا جدا. انت لو قررت تدخن، لو سمحت خليك حريص ان انت الحاجه اللي انت بتعملها دي ما تضرش الناس اللي حواليك، سواء قرايبك، صحابك، جيرانك، الناس اللي قاعدين في نفس المكان اللي انت قاعد فيه. هي دي الفكره. خليني اقول اول حاجه، لو انت بتدخن والبيت ده فيه طفل، لو البيت ده فيه طفل ما ينفعش خالص خالص ان انت تدخن في البيت. ممكن تدخن في البلكونه، ممكن تدخن تنزل على باب البيت تحت، ممكن تدخن على باب الشقه وتقفل الباب كمان لو سمحت. ليه بقى؟ لانه التدخين هو بيضرك انت وبيضر اللي حواليك. فنتكلم انه بيضرك انت ازاي؟ بيضرك انت اولا، نتكلم اول حاجه بيضر قلبك. هيضر قلبك ازاي؟ القلب في حاجه مهمه قوي عايزين نبقى فاهمينها، في حاجه اسمها الدم وفي حاجه اسمها الاوعيه الدمويه نفسها. ده الحاجات المهمه اللي ليها علاقه بالقلب. لزوجه الدم بتتغير، الاوعيه الدمويه بيحصل فيها تلف، فبتزيد نسبه اصابتك بامراض القلب عموما والاوعيه الدمويه. دي حاجه. تاني حاجه بقى مهمه جدا، ان انت بتزيد نسبه اصابتك بسرطان الرئه، بسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم للستات. الحاجات دي جد مهمه جدا طبعا، لازم نبقى حاطينها ان كونسيدريشن. بوينت بقى مهمه ثانيه، ان انت دي الحاجات اللي بتضرك انت واللي هي يعني على المدى البعيد لازم هتضرك، لكن في حاجات بتضر اللي حواليك وعلى المدى القصير كمان. زي ايه؟ زي حساسيه العين بتيجي للاطفال بسرعه جدا، حساسيه الحلق، حساسيه الانف، التهاب الشعب الهوائيه، كل الحاجات دي بتضر الاطفال وبتضرك انت كمان وبتضر اي حد محيط بيك. بس يعني هي اسهل حاجه تضر طفل او تضر حد مناعته مثلا مش حلو. يبقى انت دلوقتي لازم تكون فاهم ان التدخين هو مش بيضرك لوحدك، هو بيضر اللي حواليك، ولازم تكون فاهم اصلا بيضرك ازاي. لو سمحتوا الناس اللي بتدخن سجاير، فيب، الشيشه الجديده اللي انا فوجئت بيها، في شيشه دلوقتي كمان الكترونيك، انت حر وده قرارك وانا بحترم قرار اي حد في اي حاجه. بس لو سمحت حاول تكون فاهم ايه الماده اللي انت بتاخدها دي، الماده دي بتعمل في جسمك ايه، على المدى البعيد هتوصلك لمرحله ايه، بتعمل ايه في الناس اللي انت بتحبهم، الناس اللي هم غاليين عليك، الناس اللي انت محتاجهم في حياتك، علشان في الاخر ما تلاقيش نفسك انت سبب انك تتعب حد مهم قوي في حياتك. بس حاولوا تشير الفيديو ده مع اي حد مدخن مش قادر يبطل سجاير. في ناس دلوقتي بتشرب سجاير قدام ولادها، وستات بيشربوا سجاير وشيشه والبيبي قدامهم في السترولر. كل واحد حر، بس لازم تكون فاهم انت بتعمل ايه. شكرا على وقتكم، ويا رب يا رب يا رب تكونوا بتستفيدوا من الفيديوز دي.